ولا صوت ورا ولا صوت بتسمع. كنت مفكر لو طلعت نايب حيكون فيك لأنا بهبري. راح بده يعمل جهده. عفوا، انا حاسس سؤالك ما انا كثير مقتنع يعني. هلا عرفنا انه المدام حامل ومبروك، انت حابب يجيك بنت ولا صبي؟ اه ما في مشكله، بس انت كيف عرفت؟ ها؟ عم تفوت بالاسئله الشخصيه، كيف عرفت دغري يعني؟ ما طيب السؤال اللي انا السؤال الثاني اللي بدي اسالك اياه، كان عندك برنامج على تلفزيون الجديد كوميدي كان. كوميديا؟ كوميدي هو. كوميدي كان غريبة، كثير ناس حسوا ما انتبهت له انت. ما حدا انتبه له حتى يعني. فكرته على السياسة عادي؟ طيب سؤال لك، أنت مصور صورة بالزمانات مع بعيد من هون رياض سلامة وجورج صليب. كنا أنا ورياض سلامة عم نصور مع جورج صليب. إيه. يعني هي الفكرة، أنا بوقتها كان في برنامج يستقبلوه لرياض سلامة مع جورج صليب بالبرنامج. إيه. حكيتني بوقتها كرمة خياط انه تعال معنا انه انت بتفهم اقتصاد بالقصص. ايه فرحنا، فاذا بدنا نركب الحلقة نركبها. هو ما قبل. انت اذا واحد تركك عم تحكي مثل اليوتيوب ما بتسكت؟ الحمد لله. استنى بعد ما حكيت بس نحكيه 100%. حرقت لي قلبي، زرفت دموع. الطرق. طيب جيبوا لنا هالمراية. شو عندك؟ هالمراية عندك فقرات بالبرنامج. ايه فقرات. يا صديقي عند الاستئخاء. لحظة لحظة عمال. عمال لا شيلوا. الله يرضى عليكم. شيلوا المراية، شيلوا المراية. روحوا هيك فيها. شيلوا. إنتاج ضخم عندك. هو إنتاج ضخم، المراية ضخمة كمان. حأسألك سؤالين كمان كثير قراب من بعض. السؤال الأول هو إنه أنت بتآمن بالثورة اللي صارت، السؤال الثاني كيف كانت علاقتك مع زياد الرحباني بالوثائق اللي أنت صورته إياه؟ هلا قصة الثورة، أنا بالنسبة لي إنه صار في حركة اعتراضية، يعني الناس كانوا صار في شيء سيء نهار سعر الصرف وكذا، وراحوا الناس اعترضوا، ما صار ثورة. ثورة يعني بده يكون عندها معك خبر لوين رايح، مش بس بتشوف. فمن هالناحية صار في حركة اعتراضية. إذا بدك دغري الموضوع زهقك ولا شيء، نشاهد دغري على زياد الرحباني. طيب سؤال سريع بدي اسالك اياه. توصف اسئلتك بينا. سحبت وديعتك من البنك؟ هلا كنا عم نحكي. شو عندك صداقات سياسيين مع سياسيين؟ لا ما كثير. كل عمره يقول ليه عم يجاوب على الأرض. انت بتحب الفوتبول، كذا حدا طلعك انه انت بتحب الفوتبول وكذا. مش قرفان هالقد؟ لا انت بتقلها فوتبول اصلا؟ ايه. ولا فوتبول؟ فوتبول. فوتبول. ما تاخذني بس انه هيك طلعت معه. انت الاصل من وين؟ اصل من الشياح. بتصير لك. ما مبين لك. انا خلقت بجوني، عايش بجوني. بس ما بتقول معلم كذا، ما بتحكي عن الشياح. هولي من وقت ما انت جيت على الشياح صار هالنوع من الحديث، على ايامنا ما كان هيك. كيف كان؟ كان فوتبول. اه كان فوتبول. على كم صوت فرقت معك وقت سقطت بالانتخابات؟ 88. بتشوفهم لهو 88 بالبترول؟ هون بالوين؟ بالكسروان؟ وين تخبوه؟ كل الشرقية نفس الشيء؟ بالمتن في 88 صوت بالمتن ما انتخبوك، انت وماشي بالمتن بتشوفهم؟ ما هون ناقصين، كيف بدي اشوفهم؟ طب بتحس انه حيتغير شيء بالبلد؟ انا شخصيا وين رايحين؟ الله اعلم. مش علمي علمك يعني. اه هالقد ما معك خبر. طب لكن شو طوشنا بالفيديوهات مازال انت ما معك خبر ولا شيء؟ انا بحكي عن اللي صار، مش بده يصير يعني. ايه شو بده يصير؟ شو بتحس بده يصير؟ ما لو عندي خبر كنت بخبرك، والله ما راح خبين عليك. اه طب فيك تحكي لنا شوي شو اللي صار؟ كل اللي صار؟ يعني نحن قول معنا وقت، الوالد شو بيشتغل؟ الوالد عنده محل لنجري، شو ما بتعوز كذا حكينا. لمين؟ في رجالة كمان، في نسوان، فيك تلبس نسوان يعني، معلش عليك يعني. ببيع كلاسين يعني؟ في كلاسين، في سترينجات، في كل شيء. كلاسين رجالة، كلسون عصب ببيع؟ القصير يعني الطويل لتحت خلصنا. شو خلصنا؟ الشيعة بقى بيلبسونا، شو قصدك عم دق بشيعة؟ لا، تنقلنا من الشيعة وتركناهم هيك.
عم لبسوه الشيعة أصلا. لبسوه يمكن شو شو صار؟ قصدك شيعة بيلبسوا من ورا المسيحية؟ لا كله جديد، ما فيش مستعمر. كلاسين ما فيك تجيب مستعمر. وبس كلاسين وسدارة؟ لا سدارة. لا في سدارة إنه سدرية بالمسيحي شو؟ ستيان. يعني كلاسين وستيان؟ في ستيانات وفي كيلوتات وكذا، وفي عندك كمان بيجامات. الأحمر الأحمر هو مش قصة اللون يعني، اللون زق. طيب أنت وحيد بالعائلة؟ لا عندي خيي وأختي أكبر مني اثنيناتهم. شو بيشتغلوا؟ اثنيناتهم بيرسموا إليستراسيون. والله فنانين يعني. بس أنت الوحيد لك حبيبي، بس أنت الوحيد اللي إنه طلعت حمار. لا مش هيك قصدي. لا أنا ما قصدي هيك أنا، بس أنت الوحيد اللي ما قالك بالفن. لا ما لي. في شيء بعد شيء سؤال شيء؟ خلاص فيك تمشي تفضل. خلاص طيب يعطيك العافية. ممنونك أنا.